الناس في الكرامات على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول من ينكر الكرامات وهم المعتزلة، ينكرون كرامات الأولياء، يقولون أبد ما في كرامات ولا في خوارق، لأنهم يعتمدون على عقولهم، لا يعتمدون على الأدلة وإنما يعتمدون على عقولهم فينكرون الكرامات، هؤلاء هم المعتزلة. والفريق الثاني غلوا في إثبات الكرامات حتى عدوا مخاريق السحرة والكهنة والصوفية، عدوها كرامات وهي خوارق شيطانية ليست كرامات. هؤلاء غلوا في إثبات الكرامات حتى اعتقدوا أن كل شيء يخالف العادة فهو كرامة، ولو كان جرى على يد ساحر كاهن مشرك يقولون هذه كرامة. ولذلك يعبدون القبور، يقول أن صاحبها حصل له كرامات وحصل له كذا وكذا، ويطلبون منه المدد. هذا غلو في إثبات الكرامات. أما أهل السنة والجماعة فيتوسطون، يثبتون الكرامات الصحيحة. أما خوارق الشياطين وما يجري على يد الشياطين فهذا ليس كرامات، وإنما هو شيطنة وابتلاء وامتحان، ويطير الساحر بالهواء ويمشي على الماء ويحصل له أشياء لكن بفعل الشياطين، ويخبر عن أشياء غائبة لأن الشياطين تخبره، الشياطين تخبره، تأتيه بالخبر إلى منه عبدهم وخضع لهم خدموه. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فإذا تقرب الإنس إلى الجن، شياطين الجن إذا تقرب إليهم وخضع لهم خدموه، وهم يقدرون على ما لا يقدر عليه الإنس، فيظن الجاهل أن هذه كرامة وهي ليست كرامة وإنما هي شيطنة. فينبغي التنبه لهذا في أمور الكرامات، لا تنفى مطلقة ولا تثبت مطلقة، وإنما يفصل فيها حتى يكون الإنسان على بصيرة. نعم.